زفات أفراح العرس مبروك يا بنتي يا نظر عيني يا روح قلبي يا عمر يا شراييني يلا عسى فلك التوفيق يا ثلاثة ويا جعل فالك سعادة فالك وتهني هجر ألف مبروك يا بنتي يا نظر عيني يا روح قلبي يا عمر يا شراييني يلا عسى فلك التوفيق يا هجر زفات أفراح العروس لطلب الزفاف كاملة وبدون حقوق يرجى الاتصال على جوال 05-333-4800 للاتصال من خارج المملكة 00-966-533-4800 يا روح قلبي يا عمري يا شراييني يلا عسى فالك التوفيق يا هاجر يا جعل فالك سعد فالك وتهنيني مبروك يا نايف الغالي ويا الوافي غالي ابن غالي عندي من سنيني للاتصال من خارج المملكة 00-966-533-4800 انت يا فخر رابعك يا نايف انت الذي تسوى ملايين اهلك وربعك كرام وانت مفخر من ناس لربعك عامل المعادين والغالي يا هاجر يا من حل طاريها يذكر شيمها القرايب والموالين يقول في علي المطلوب والشام اسمي الحلاق يرجح بالموازين فيني سعاطير والعربان قالوها شهم كريم سعوط للمجانين يقول بوكي علي المطلوب والشام اسمي الحلاق يرجح بالموازين فيني سعاطير والعربان قالوها شهم كريم سعوط للمجانين يا هاجر يا بنت علي الطارية يشوش راس الأجانب والموالين 05-333-4800 للاتصال الخارجي المملكة وانت يا نايم انا بوصيك في هاجر وصية غالية والناس توحيني يا نايم الغالي تكفى لا تزعلها لا تزعل اللي غلها ساكن فيني يا نايف الغالي تكفى لا تزعلها لا تزعل اللي غلها ساكن فيني اخلص لها يا زبون الطيب يا الغالي عطيتك اللي غلها في شراييني هاجر دلوعتي الماما من سنيني مفات يومين ما شفتك يا بعد حالي كني مضيع ولا عندي عناويني في ذمتي غالي يا حبيبتي الماما هاجر دلوعتي الماما من سنيني مفات يومين ما شفتك يا بعد حالي كني مضيع ولا عندي عناويني يا ناس بسم الله وما شاء الله حقلو ثقل والحلا سيد المزاييني تراني هاجر بوصيك في نايف كوني معه دايم بالعز وليني كوني مطيعة لذيبة وافهمي طبعه ترى الرجل يا
عشق اللي طبعها زيني واختامها كلمة واقولها صادق هجر ونايك يا قلبي ويا عيني هجر ونايك يا قلبي ويا عيني. يرجى الاتصال على جوال 05-333-480-21. للاتصال من خارج المملكة 00-966-5-333-480-21.